للمزيد مشاهدين حول حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، أرحب بك. بداية، كيف قرأت هذا الاغتيال لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران؟ هل هو استفزاز إسرائيلي جديد لجر المنطقة لحرب إقليمية أوسع؟ اهلا بحضرتك واهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا في ظني وتقديري انها خطوة تصعيدية واضحة من قبل حكومة نتنياهو لتوسيع رقعة الصراع وجر المنطقة الى حرب اقليمية شاملة، باعتبار ان استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب طهران دلالة على رغبة نتنياهو في عدم انهاء الحرب في قطاع غزة، بل ونقل الصراع خارج الأراضي الفلسطينية والقيام باستهدافات واضحة. في حوالي 12 ساعة تم استهداف ثلاث عواصم عربية، نتحدث عن أو ثلاث عواصم وليست عربية، طهران وبيروت بالإضافة إلى الحشد الشعبي في العراق، وده دلالة قاطعة على وجود رغبات متزايدة لعدم وقف الحرب. وأيضا الرغبة الكبرى هي ليس فقط عدم وقف الحرب، ولكن سعي إسرائيل بشكل واضح لإدخال أمريكا في المعادلة، ولكي تكون هناك مواجهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذه المصالح الواضحة لحكومة نتنياهو. في هذه النقطة تحديدا دكتور حامد، فيما لو وصل به الرد الإيراني، وهذا يعني العالم كله ينتظر الرد الإيراني، نحن أمام سيناريوهات يعني معروفة فيما لو وصل به الرد الإيراني، هل ستكون أو سيكون هذا الرد من خلال الأذرع الإيرانية في المنطقة، أم ستكون أو سيكون الرد بشكل مباشر، وهل سيكون رد نوعي أم رد على مستوى أوسع؟ أرى أن الأمور وكل الاحتمالات واردة يا أستاذ الرائي، باعتبار أننا نرى مشهد يزداد تعقيد. أرى أن إيران من الممكن جدا، وهذا خرج بتصريحات واضحة سواء من الرئيس الإيراني نفسه أو حتى المسؤولين الإيرانيين أو حتى مسؤولين حزب الله ردا على اغتيال الحاج محسن أو فؤاد شكر، وقالوا أنه إذا تم، وأيضا حسن نصر الله اللي قال إذا تم استهداف بيروت أو الضاحية الجنوبية سيكون الرد في قلب تل أبيب. وبالتالي أصبحنا الآن بين مسألة الرد والرد المضاد والرد ورد الفعل. الوضع هنا مختلف أعتقد دكتور حامد، الوضع هنا مختلف. نحن لا نتحدث عن شن إسرائيل لحرب أو لهجمة على منطقة بعيدة عن إيران، نحن نتحدث عن إصابة قلب إيران، طهران. هي دي النقطة الجوهرية اللي أنا بقول لحضرتك فيها، إن من الممكن جدا إن إحنا نرى استهداف مباشر من قبل إيران لقلب تل أبيب، بمعنى إن من الممكن استخدام الأذرع. أصل هيكون في رد يا أستاذ الرغائي سواء من حزب الله أو حتى من إيران نفسها. يعني أرى أن سيكون هناك وحدة للاتحاد في الفترة القادمة ومعهم إيران، لأن كما حضرتك أشرت أن هذا يؤكد على انتهاك السيادة الإيرانية وجعل إيران في صورة ذهنية أنها غير قادرة على حماية ضيوفها داخل الأراضي الإيرانية. وبالتالي في كل الأحوال أرى أن الموقف يزداد تعقيد، وفي ظل أيضا أن الجانب الإسرائيلي لا يرغب في وقف الحرب، كما أشرت لحضرتك النقطة الرئيسية في هذا المشهد أن هناك رئيس جديد لإيران، تريد إسرائيل أن تعكر الصفو وعدم وجود أي بادرة بين الرئيس الإيراني الجديد والولايات المتحدة الأمريكية لكي لا يكون هناك تنسيق في الملفات الشائكة. عظيم جدا. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن صرح وقال أنه لم يكن على علم باغتيال إسماعيل هنية، يعني في إشارة أنه لم تكن هناك أي ثمة التنسيق ما بين تل أبيب وما بين واشنطن في هذا الصدد. السؤال هنا، إذا ما ردت إيران بشكل أوسع، وحضرتك ذكرت يعني أن يتوقع أن يكون الرد في قلب تل أبيب، السؤال هنا، هل تعتقد أن هناك قوة إقليمية، أمريكا أو من على شاكلتها، قد تدخل بشكل مباشر في أسرها؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية صرحت مرارا وتكرارا أن أمن إسرائيل هو يعني الشغل الشاغل لها في المنطقة، وبأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بتهديد أمن إسرائيل. البوارج الأمريكية بالأمس تحركت باتجاه شواطئ لبنان حتى قبل اغتيال إسماعيل هنية، والآن الأمور كان في وقعة سابقة وتم إنهاء هذه الواقعة وتصعيد بين إيران وإسرائيل، وتم إنهاء هذه الواقعة بتنسيق أمريكي في إطار قواعد الاشتباك بين الطرفين. ولكن الآن ماذا لو قامت إيران باستهداف تل أبيب بالمسيرات والصواريخ الإيرانية؟ لأن الرد الإيراني في ظني وتقديري سيكون مزلزلا، وسيكون على مستوى الحدث، وسيكون على مستوى حجم الانتهاك اللي قامت به تل أبيب باتجاه الأراضي الإيرانية. وبالتالي دخول الولايات المتحدة في المشهد سيكون أمرا واقعا، وبالتالي تتسع رقعة الصراع، وهذا ما ترغب فيه، خاصة أن إسرائيل خائفة من البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، وتسعى إلى توجيه ضربة قوية لإيران داخل الأراضي الإيرانية، ولكن مع وجود تدخل أمريكي في هذا الموضوع وليست وحده. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.